بقول لكم ايه، انا لسه جايه من عند الدكتور وقال ان انا انام على ظهري ما اعملش ولا حاجه ولا شيء حتى اشياء من الارض، ولو حصل وعملت اي مجهود هروح فيها. خلاص يا حبيبتي اتفضلي استريحي. ماشي، وانتوا قاعدين كده بروقوا بقى واغسلوا شويه المواعين اللي في الحوض، وبقى اطلب لنا والنبي اكل. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ اه انت جايه، خلاص تمام ماشي، انا هستناك عند المشاريع كده. ماشي يلا مع السلامه. دكتور حنان جايه في الطريق. يا لهوي، جايه دلوقتي؟ اه جايه، انا رايحه اجيبها من عند المشاريع. يا لهوي، ده انا مش مروقه الشقه ولا غسل مواعين ولا عامله اكل، يا نهار اسود. يا رب الحق يا رب الحق. بقول لك ايه والنبي يا حموكشه، حاول تاخرها شويه لحد ما اخلص. اخرها ازاي يعني؟ كعبلها كده، رجلها تتكسر تتاخر شويه. اكعبلها واكسر رجلها؟ اتجننتي يا وليه ولا ايه؟ والنبي عشان تتاخر شويه. وبعدين انت مش الدكتور قالك ما تتحركيش من مكانك؟ ما تقعدي بقى ما تقرفناش. اقعد ازاي يعني واختك جايه؟ ما انا لازم اروق. عادي يعني، هي مش غريبه. يا ريتها كانت غريبه، يا ريتها كانت غريبه، ما كانش اختك اللي جايه. اتجننت دي ولا ايه؟ انا رايحه اجيبها. روح يا اخويا. بقول لك ايه يا يوسف، قوم يا حبيبي كده اطلع فوق الدولاب امسحولي كده من فوق. ليه يا ماما؟ هي عمتها هتبص فوق الدولاب. ايوه يا اخويا، هتبص فوق الدولاب وتحت السرير وجوه الحلل، هتبص في كل حاجه. قوم قوم والنبي ساعدني، يلا بسرعه خلينا نخلص قبل ما هي تيجي. انا ايه اللي خلاني ما اروقش قبل ما اروح للدكتور واعمل اكل واغسل المواعين؟ يا ماما بس انت تعبانه والدكتور قالك ما تتحركيش، انت هتعملي كل الحاجات دي ازاي؟ انا مش تعبانه ولا حاجه، انا زي الفل، الدكاتره دول هيجيبوا المرض، كان زماني مروقه وغاسله وعامله كل حاجه. قوم قوم يلا. تعبت يا رب تعبت، يا رب اللي انا بعمله في نفسي ده. روح هتطلع خلاص، الله يخرب بيوتكم. قوم يا ابني حبيبي، قوم طلع لي اي حاجه من الثلاجه اطبخها. حاضر يا ماما. انت لسه هتطبخي كمان؟ ايوه يا اخويا، عشان يعجب القرفانه عمتك. ويا ريت هتسكت ولا هيعجبها في الاخر، اللي لازم برضه هتتكلم وتجيب في سيرتي. يا لهوي، جت وانا ما عملتش الاكل. يا لهوي، نفتح بسرعه. حبيبتي حنان عامله ايه؟ والله وحشتيني، ليكي وحشه والله، فرحت قوي لما عرفت ان انت جايه. طب ما تقومي يا اختي، هز طولك سلمي عليا. الله يهديك يا بعيده. حبيبتي وحشتيني، شرفتي، ربنا يخليكي يا تنكا. اقعدي اقعدي، هما فين العيال؟ العيال مع ابوهم، راح يا اختي النادي، انا قلت اقعد معاكي بقى شويه. تنوري يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي اقعدي. لا انا هتمشى شويه في الشقه كده اهو، بقى اقعد بعدين. مش عليكي بطنك يا بعيده. راحت فين اختي؟ بتتمشى يا حبيبي تطمن على نظافه الشقه. لا يا شيخ. اه والله يا اخويا، ما هي قايمه بدور الحما. لا بس الاهل رجلها وجعها، تتمشى شويه عادي يعني. ايه يا تنكا اللي انت عاملاه في الشقه ده؟ البيت يا اختي يضرب يقلب وتراب وحاجه تقرف. ايه ده؟ هو انت بتروقيش؟ انا والله يا حبيبتي لسه مروقه، اصلا انا تعبانه ولسه جايه من عند الدكتور. يا اختي ما كلنا تعبانين، بس بنروق ونشوف برضو البيت، العيال دي تمرض كده من العفانه دي. اتكلم يا حموش عشان انا مش قادره اتكلم. اقعدي بس يا حنان، هي تعبانه بس شويه، اول ما هتبقى كويسه هتروق وهتبقى زي الفل. افضل دلعها انت كده على طول لحد ما تشوف نفسها عليك، البيت ملهوش دعوه بالتعب يا حبيبي، البيت لازم يبقى نضيف ويبرق. قدمها زي القرده اهي، فين اللي تعبانه دي؟ اقسم بالله تعبانه، اوريك الروشته؟ يا اختي لا توريني ولا تورينيش، هي ناقصه، انا عارفه دلع النسوان ده اهو. يلا قومي كده وشدي حيلك وشطبي المواعين اللي في الحوض، وادي البيت كده تسييقه كده وتنظيف عشان التراب ده كده يعمل لكم طاقه سلبيه. وروحي يا اختي ادخلي كده اعملي لقمه لجوزك. شوفي يا اخويا دلع النسوان، نسوان هيبقى صحيح.